عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع سبورة بوانيت. نرجع لكم في فيديو جديد ودرس دعم جديد، دائما مع في عالم نظام القيس، ودائما في سلسلة التحويل مع وحدات قيس الكتل. اليوم أحبتي سنتعرف على كيفية التعامل مع نوع جديد من الأعداد، وهو الأعداد العشرية. وهذا الجزء أحبتي أخص به السنوات الخامسة والسادسة، لأن هذا العدد مدمج أو هذا النوع من الأعداد مدمج في برنامجكم للرياضيات لهذه السنوات. حسنا، فلنبدأ على بركة الله. سنتعلم كيف نكتبها وكيف نتحصل على أعداد عشرية. لدينا العدد الأول أو القيمة الأولى، 3654 سنتيغرام. قال لك حولها إلى الجرام ثم الديكاغرام. أول خطوة أحبتي، كما تعودنا سنكتب هذه القيمة ودون أن يطلب منك. على فكرة لن يقول لك اكتبها على الجدول ثم حولها، سيقول لك مباشرة احسب، واعلم أنك قبل أن تحسب عليك كتابتها بالطريقة الصحيحة. إذن الكتابة هو شيء لا غنى لك عنه، اكتبه حتى إن لم يطلب منك ولم يطلبه منك هو أصلا. إذن الأربعة سنكتبها في السنتيغرام ثم نتقدم، 4 5 6 3، 3654 ماذا؟ سنتيغرام. إذن كتابتنا صحيحة. قال لك حولها إلى الجرام، أين هو الجرام؟ إنه هنا. أرأيتم الفرق؟ سابقا في الفيديوهات السابقة كل تحويلنا كان في الاتجاه هذا، يعني لما نقول حول نتراجع إلى الوراء. أما الآن أحبتي فإننا سنتقدم إلى الأمام، لذلك سنستعمل نوعا جديدا من الأعداد. إذا سرتم في تحويلكم في هذا الاتجاه، أي أنكم تراجعتم إلى الوراء، ستتعاملون مع أعداد صحيحة مثل هذه. أما إذا كان تحويلكم في هذا الاتجاه، أي أنكم ستتقدمون إلى الأمام، فستستعملون الأعداد العشرية. إذن قال لك حولها إلى الجرام، نأتي إلى خانة الجرام وإلى الخط الفاصل له من هذا الاتجاه ثم نضع فاصلة. ما هو العدد؟ 36.54. أرأيتم؟ 36.54. حسنا، قال لك نفس الوحدة حولها، نفس القيمة حولها إلى الديكاغرام. حسنا، سأستعمل لونا آخر للفاصلة حتى لا يختلط عليكم الأمر. نفس الشيء، أي أنك أو أنك أعد الكتابة أو أعد كتابة هذا العدد أولا ثم حوله مرة أخرى. أما نحن سنختصر، سأستعمل لكل قيمة لونا جديدا. حسنا، هو قال حولها إلى الديكاغرام، أين الديكاغرام؟ من هذا الاتجاه، أنه هنا. سأضع فاصلة هنا ليصبح العدد 3654. 3654، لا تنسوا أحبتي. أرأيتم؟ إنه سهل، اعتبروها لعبة. حسنا، ننتقل إلى المثال الثاني. ركزوا معي لأني سأتخلى قريبا عن هذا الجدول لننجز البقية ذهنيا. نعم نعم، أنا شريرة في هذا الجزء. لدينا هنا نفس القيمة، قيمة أخرى عفوا، 53476 ديسيغرام. سنكتبها أولا، الستة ستكون في الديسيغرام ونتقدم. أين الديسيغرام؟ 6 7 4 3 ثم 5. قال لك حولها إلى الجرام، أين الجرام؟ إنه هنا، ها هو الجرام، خانة الجرام. نأتي هنا ونضع فاصل. دائما الفاصلة أحبتي تكون في الخط الأول، كل خانة لديها خطين فاصلين يحصرانها. إذن نضع دائما في الخط
الأول من هذا الاتجاه ليصبح العدد 5347.6. لا لا لا، ماذا سأكتب؟ نعم نعم، 5347.6. الآن قال حولها إلى الديكاغرام. أين الديكاغرام؟ إنه هنا. أين الخط الفاصل له؟ هنا. يصبح العدد 534 فاصل لا تنسوها 76. 534.76. الآن قال لك حولها إلى الهكتوغرام. أين الهكتوغرام؟ إنه هنا. الخط الفاصل له هنا. يصبح العدد 53.476. يصبح العدد 53.476. هل هذا واضح؟ إذا كان تحويلكم في هذا الاتجاه، فاعلموا أنكم ببساطة شديدة أحبتي ستستعملون الأعداد العشرية. المثال الموالي، ركزوا معي، وإذا لم تفهموا شيئا أوقفوا الفيديو، أعيدوها مرة اثنان ولو عشرة حتى تتأكدوا منها وتتدربوا عليها جيدا، ثم عودوا لتستكملوا بقية الدرس. نعم، لدينا هنا 99450 سنتيغرام. لما نكتب سنكتب الصفر في السنتيغرام ثم نتقدم. 0 5 4 9 9. قال لك حولها إلى الديسيغرام. أين الديسيغرام؟ إنه هنا. أنا أقف فيه، وهذا هو الخط الفاصل الأول له. يصبح العدد 945.0. تسعة آلاف وتسعمائة وخمس وأربعون فاصل صفر. أحبتي، لما تجدون صفرا وراء الفاصل، صفرا فقط، وليس 0.5 0.4، لا، صفر، صفر فقط ولا وجود لشيء بعده، فاعلموا أن هذا الشيء لا قيمة له. إذن يحذف الصفر والفاصل، يصبح العدد 9945 فقط في حالة واحدة، إذا كان ما بعد الصفر، ما بعد الفاصلة صفر ولا شيء بعده. إذن يصبح العدد 9945 ديسيغرام. الآن نفس الشيء، نفس القيمة، وسنحولها إلى الديكاغرام. أين الديكاغرام؟ هنا. سنضع هنا فاصلة، يصبح العدد 99.450. 99.450 ديكاغرام. إلى الهكتوغرام الآن. نعم نعم، هو قال هكتوغرام. أين الهكتوغرام؟ هنا. إذن نضع هنا فاصل، 9.9450. 9.9450 هكتوغرام. وهكذا دواليك. إلى المثال الموالي أحبتي، قلت تدربوا جيدا، غيروا الأرقام وأخذوا أعدادا أخرى من اقتراحكم وجربوها مرة اثنان ثلاثة ولو 20 مرة عادي. وصلنا إلى 524 ديكاغرام. سنكتبها في الديكاغرام. 4 2 5. أين الديكاغرام؟ 4 2 5. قال لك حولها إلى الهكتوغرام. أين الهكتوغرام؟ هنا. هذه خانة، سنضع الفاصلة هناك. 52.4. 52.4. حسنا، قال حولها إلى الكيلوغرام. أين الكيلوغرام؟ ها هو. سأضع فاصلة هنا، يصبح العدد 5.24. 5.24. ثم قال حولها إلى الجرام. الآن هذه القيمة 524 ديكاغرام، حولها إلى الجرام. أين الجرام؟ إنه هنا. أنا أقف هنا وهي فارغة، يصبح العدد 5240. 5240. أرأيتم؟
في نفس العبارة أي في نفس العملية قد يطلب منك أن تحول في هذا الاتجاه ثم يعود ويقول لك حول في هذا الاتجاه، لا بأس، ليس هذا خطأ، كل وحدة على حدة. وأنا هنا قد تعمدت أن أدمج بينهما حتى أبين لكم أنه ليس خطأ. المثال الموالي 35 جرام، نكتب الخمسة في الجرام، أين الجرام؟ هنا 35 جرام. قال لك حولها إلى الديكاغرام، أين الديكاغرام؟ ها هو، يصبح العدد 3.5. 3.5. قال حولها إلى الديسيجرام، أين الديسيجرام؟ إنه هنا، يصبح العدد 350. أرأيتم؟ تقدمنا ثم تراجعنا. قال لك حولها إلى المليجرام، أين المليجرام؟ إنه هنا. تدا تدا نعم نعم، يصبح العدد 35,000. 35,000. حسنا حسنا، هذين المثالين سننجزهما ذهنيا. أول شيء 509 جرام، سنكتب 9 في الجرام، هذه ستكون الصفر سيكون في الديكاغرام والخمسة في الهكتوغرام. قال لك حولها أولا إلى الديكاغرام، إذا سنأتي إلى الديكاغرام ثم نضع قبله فاصلا، يصبح العدد 50.9. ثم قال حوله إلى الهكتوغرام، قلنا جرام ديكاغرام وهكتوغرام، إذا سنأتي هنا ونضع فاصل، يصبح العدد 5.09. ثم قال حولها إلى الكيلوغرام، أين الكيلوغرام؟ جرام ديكاغرام وهكتوغرام، الكيلوغرام من هنا وهو فارغ أي فيه صفر، سنأتي قبل الصفر ونكتب فاصلا، يعني تساوي 0.509. لا تحتقر الصفر، أي خانة فارغة من هذا الاتجاه ضعوا فيها فاصلة صفرا ولا تنسوا الفاصلة، وهكذا دواليك، واكتبوا البقية. إلى الموالية 790 ديكاغرام، يعني الصفر سيكون في الديكاغرام وهذه في الهكتوغرام وهذه في الكيلوغرام. قال لك كم يساوي من هكتوغرام؟ قلنا ديكاغرام هكتوغرام وكيلوغرام، سنأتي قبل الهكتوغرام ونضع فاصلا، يصبح العدد 79.0. وقلنا الصفر لما نجد صفرا وراء أو قبل الفاصلة، صفرا فقط طبعا ولا شيء آخر، يحذف الصفر والفاصلة معا، يصبح العدد 79. الآن قال لك حولها إلى الكيلوغرام، نعود مرة أخرى، ديكاغرام هكتوغرام وكيلوغرام، نأتي قبل الكيلوغرام ونضع فاصلة 7.90. قال لك حولها إلى الديسيجرام الآن، لا بأس، نعود دائما إلى الأصل أحبتي، لا نلمس هاته القيم، فقط نتعامل مع الأصلية. لدينا هنا قلنا ماذا؟ ديكاغرام هكتوغرام وكيلوغرام، أين الديسيجرام إذن؟ جرام ديسيجرام، إذن كم تراجعت من وحدة؟ تراجعت في هذا الاتجاه، لن نستعمل الفاصلة، إذن اكتب ما تملك في الأصل ثم زد عليه عدد الخطوات التي تراجعتها. أرأيتم؟ حاولت في هذه الأمثلة أن أجمع بين التحويل في هذا الاتجاه والتحويل في هذا الاتجاه حتى أبين لكم أن لا خطأ في الجمع بينهما في نفس ال ماذا أقول؟ في نفس العملية طبعا. هكذا فقط نتحصل على الأعداد العشرية، قلت فقط إذا كنا نحول في هذا الاتجاه، أما إذا حولنا في هذا الاتجاه فلن نحتاج فاصلة. هل هذا واضح؟ حسنا، إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذا الجزء، سأعود في جزء آخر حتى نتبين جيدا كيف نكتب الأعداد العشرية هنا على هذا الجدول. انتظروني أحبتي.